وصلنا إلى هذا المكان العجيب الغريب، ألا وهو المتحف المفتوح الأغرب من نوعه في العالم. يوجد هنا مجموعة من الآثار القديمة والكنائس التي يبلغ أعمارها آلاف السنين، نحتت في هذا المكان في هذه الصخور. مثلا كما تشاهدون هنا دخلنا إحدى الكنائس، أماكن للتعبد، كانوا بالزمان يأتون إلى هنا في هذا المكان الغريب. كما تشاهدون هنا كنائس مظلمة، رحلوا أصحابها وبقت آثارها. مع تحيات عمادة بصقر، أوبن إير ميوزيوم، دمتم في رعاية الله.